مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجي موعدنا مع فقره الصحافه. وزي ما قلت لحضراتكم احنا دايما بنناقش المنشطات اليوميه وبنحللها مع حضراتكم، وبيسعدنا وبيشرفنا في تحليل الخبر معانا وجود الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ علي حضرتك منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا بحضرتك استاذ علي. اسمح لنا نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا معانا أول خبر، الحكومة تقرر السماح بإقامة الأفراح بالأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد، ومعرض أهلا بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، وفتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب والتطبيق الأسبوع المقبل. ترأس الدكتور مصطفى مبول رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مستجد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، اتخذت اللجنة اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسب ما تستدعي الظروف المستجدة. وكما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد. طيب يعني وتكملة الخبر، الحقيقة طبعا أستاذ علي احنا دلوقتي يعني بنتكلم كتير قوي عن موضوع فيروس كورونا، لان هو ده المتصدر حتى لما بيصدر بعض الاخبار الهامة برضو والملفات الاخرى بنهتم بيها، ولكن يفضل يعني المتصدر هو فيروس كورونا طبعا لحين الانتهاء منه. طبعا حضرتك شايف الخبر ده، احنا يعني جن من فترة قريبة بدأ الحكومة تفتح تدريجيا في مصر، ودلوقتي بقى خلاص بقى بشكل نعتبر يعني خلاص اقترب على الفتح بشكل كامل يعني. فحضرتك تعليقك وبرضو نقول لمشاهدينا ايه في هذا الوضع يعني. هو في الحقيقة مصر في مقدمة الدول اللي نجحت في السيطرة على فيروس كورونا، والحكومة بدون شك بذلت جهد كبير جدا في العمل على شفاء المصابين، وأيضا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحول دون تفشي وانتشار هذا المرض، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات احترازية كثيرة زي ما منع الصلوات لبعض الوقت وبدأت ترجع تدريجيا، منع الاحتفالات العامة، منع المؤتمرات، منع كذا، خشية حدوث أي جنازات، خشية حدوث أي تكدس من شأنه نقل هذا المرض. بالفعل يمكن تعداد المصابين في مصر الآن لا يتجاوز 12,000 واحد الذين لم يمسلوا للشفاء حتى الآن. يمكن كل الحالات التي كانت مصابة الحمد لله الغالبية العظمى منها شفيت، لكن هذا النجاح أيضا وسط تحذيرات من إمكانية أن تكون هناك موجة ثانية، ومن ثم علينا جميعا الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الإرشادية الصادرة من الحكومة، لا سيما تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن. لكن في ضوء هذه النجاحات بدأت بالفعل خطوات لعودة الحياة الطبيعية، مع أيضا اتخاذ الإجراءات الاحترازية زي عودة الصلاة سواء في المساجد أو الكنائس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. شايفين مسألة إمكانية عودة الأفراح في الأماكن المفتوحة، عودة صلاة الجنازة في الأماكن المفتوحة، عودة الحضانات في الأندية وبعض الأماكن التي بها حضانات، كان هذا الأمر ممنوعا من ذي قبل. في طبعا خبر كده في النص لكن برضو خبر جميل، اللي هو أهل المدارس حتى يتم إتاحة مستلزمات المدارس للأسر بأسعار مناسبة. كل هذا في إطار الاهتمام بالمواطن المصري بصحته وراحته وتعليم أبنائه. تمام. طيب هو الحقيقه ايضا استاذ علي احنا معانا خبر متعلق ايضا بفيروس كورونا، وده طبعا يعني حابين حضرتك تناقشنا فيه. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده اللي تنقسم لاربع محاور، وزيرة الصحة تعلن خطة الاستعداد للموجة الثانية من كورونا. خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مستجد بحضور الدكتور مصطفى مبول رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المسؤولين، وخلال الاجتماع سلطت الوزيرة الضوء على خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، والتي تنقسم إلى أربعة محاور. المحور الأول خاصة بمنافذ الخدمة الصحية الآمنة،
حيث سيتم ضم 320 مستشفى عامة ومركزيا بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر، مع زيادة وتيرة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة من خلال منافذ آمنة، وزيادة قدرة معامل تحاليل الحمض النووي للضعف للضعف تقريبا. المحور الثاني وفقا لما عرضته الوزيرة هو توفير مستلزمات الأدوية من خلال تجهيز احتياطي استراتيجي للأدوية. أما المحور الثالث فهو حوكمة النظام الصحي من خلال تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية لسرعة تسكين الحالات ومنع الدخول من خلال أي منفذ. أما المحور الرابع والأخير ضمن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة فهو الاهتمام بتوفير الأمصال والطعوم من خلال تجهيز خط إنتاج أحد مصانع الشركة القابضة للأمصال بالتعاون مع احدى الشركات الصينيه. طيب استاذ علي، احنا يعني كان الخبر السابق كنا بنتكلم ان هو فتح تدريجي بشكل كامل، ودلوقتي احنا معانا خبر ان هو احتمال يكون في موجه تانية، وطبعا ده مش بس مصر اللي بتكلم عليه، ده العالم. ومنظمه الصحه العالميه اعلنت ان ممكن يكون في موجه تانية. فاحنا دلوقتي ما بين شقين، يعني دلوقتي الفتح خلاص هيبقى كامل، وفين الموجه التانية ان ممكن تنتشر بشكل يقال ممكن انها تكون ابشع من الموجه الاولى لقدر الله. يعني هو طبعا الفتح ليس كاملا بالمعنى التام، لكن فتح تدريجي، لكن مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه التي تضمن عدم اعاده تفشي هذا المرض، لكن في ذات الوقت في ضوء ترقب امكانيه ان تكون هناك موجه ثانيه، ففي الحقيقه الدوله والحكومه عند مستوى المسؤوليه، فبالتالي بيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على سلامة صحة المواطنين. يتمثل ذلك كما تفضلت حضرتك في توفير أماكن بالمستشفيات، تجهيز العديد من المستشفيات لاستقبال هذه الحالات، تنظيم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إمكانية إذا استلزمت صحة أي مواطن دخول المستشفى يدخل على الفور. مسألة وجود غرفة عمليات واحدة، لا، في غرف عمليات موجودة في كافة المحافظات حتى يتسنى لها التعامل الفوري مع أي حالات إصابة. فإذا علينا جميعا أن نواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والإرشادية حتى يضمن سلامتنا وسلامة كل من حولنا. لكن مثلا يعني الناس دلوقتي بتقول هل طب الموجة التانية دي هل مثلا ممكن بتيجي فجأة، ولا برضو ممكن تحصل تدريجيا في زيادة في الأعداد فنبتدي نتوقع أن في موجة تانية، نبتدي بقى نعرف أن هي خلاص دخل علينا؟ هناك يعني توقع بموجة ثانية، لكن سبق إمكانية حدوث هذه الموجة الثانية نجاح مصر بالفعل في القضاء على نسبة كبيرة جدا من هذا الفيروس، وأصبح أعداد المصابين ضعيف جدا مقارنة بما كنا عليه من ذي قبل. فبالتالي انخفض أعداد المصابين بهذا الفيروس، بقول لحضرتك حوالي 12 ألف بس اللي هم يحملوا هذا الفيروس، وبصدد الشفاء إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فبالتالي الوضع آمن بنسبة كبيرة جدا في مصر مقارنة بسائر دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة. بالعكس لدينا خبرة ناجحة في التعامل مع فيروس كورونا، وبالتالي إذا جاءت موجة ثانية لقدر لك ما هو متوقع، احنا جاهزين بكل الاستعدادات لهذه المواجهة. يا رب ان شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير يا رب. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، وزراء التعليم والقوى العاملة والتخطيط يضعون اللمسات النهائية لمشروع انشاء هيئة جودة التعليم الفني. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا بديوان عام وزارة التربية والتعليم لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية. وأكد الدكتور طارق شوقي أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني، لافتا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلا عن ضمان جودته. هو الحقيقة طبعا يعني حابين حضرتك يعني تفصل لنا هذا الخبر، وكمان رؤية حضرتك
لي احنا خلاص على مشارف الدخول خلاص في الجامعات والمدارس، برضو رؤية حضرتك للمنظومة في ظل أزمة كورونا، وطبعا يعني رغم ان احنا بنقول ان أزمة كورونا طبعا يعني أثرت بشكل كبير جدا بالسلب على قطاعات كتير، ولكن في نفس الوقت حطتنا في حاجات يعني إيجابية جميلة جدا، زي ان احنا نتعامل يعني من خلال الانترنت، الحاجات الإلكترونية والرقمية، فيعني رغم انها ليها مساوئ ولكن ليها ايجابيات ايضا. فحابين حضرتك وكده احنا نتكلم في شقين، نتكلم في الشق الاول المتعلق بالاجتماع الذي تم بشان جوده التعليم الفني. تمام. التعليم الفني في الحقيقه شيء بالغ الاهميه بالنسبه لمستقبل مصر بل ولمستقبل اي دوله من دول العالم. احنا في الحقيقه مصر انتشر فيها انتشار كبير جدا مساله الاقبال على التعليم الجامعي، وذلك على حساب التعليم الفني. التعليم الفني ضرورة لقاطرة التنمية. مصر فيها حركة تنمية شاملة جدا واسعة النطاق ومستمرة ومتواصلة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه. مشروعات التنمية كلها في حاجة ماسة إلى فنيين. مصر دولة مصدرة للعمالة. العمالة في الخارج محتاجة عمالة فنية ماهرة سواء في الدول الأوروبية أو في الدول العربية. يعني أنا بقول بصدق تام بالنسبة للعمالة المصرية في الخارج مش مطلوب أبدا لسانس أداب ولا لسانس حقوق ولا بكالوريوس تجارة عربي ولا كلية الزراعة ولا كلية التربية، يعني إلا ما ندر، لكن ما زالت في الأقطار العربية وفي الدول الأوروبية هناك حاجة ماسة إلى فنيين، ولكن هذا الفني لابد أن يكون قد حصل على تدريب تقني رفيع المستوى، وبالتالي الجهود المبذولة حاليا تتم بالتنسيق مع ألمانيا بحيث أن إحنا نحصل على شهادة، الخليج يحصل على شهادة مفادها أن التعليم الذي حصل عليه يتوافق مع مواصفات الجودة المطبقة في أوروبا، وده هييسر لهذا الخليج أنه يقدر يشتغل في أوروبا أو في الدول العربية المختلفة. تمام. عفوا. أما فيما يتعلق حضرتك بتتكلم عن دخول المدارس، بالفعل نحن نترقب دخول المدارس. وزارة التربية والتعليم عند مستوى المسؤولية بدأ تغيير نظام التعليم نفسه بحيث أن الطالب هيروح المدرسة ما بين يومين إلى 4 أيام. طبعا 4 أيام هتكون لطلبة الحضانة والسنوات الأولى، لأن ده محتاج تعليم مباشر، مش هيقدر يستوعب عن طريق الإنترنت المواد التي يتم بثها. باقي المراحل التعليمية بتقل فيها الأيام، وبيتم التركيز على منزلية التعليم، إن من خلال وجود الطالب في المنزل يستطيع من خلال التابلت وأيضا من خلال الإنترنت إنه يستمع إلى الدروس مباشرة ويستطيع أن يستوعب هذا الأمر، بهدف ان احنا نحد من التردد على المدارس، وفي نفس الوقت ايضا نحد من الكثافة الكبيرة في اعداد الطلاب داخل الفصول، وكلها اجراءات احترازية تحول دون انتشار هذه الامراض. اما عن تطوير التعليم فزي ما احنا شايفين الجهود مستمرة ومتواصلة لتطوير التعليم ومناهج التعليم بما يتواكب مع التطورات العالمية بهذا الشأن. مهم جدا، يعني مظبوط كلام حضرتك، واحنا بنتمنى طبعا يعني دخول الطلبة بشكل آمن يا رب إن شاء الله وتنتهي هذه الأزمة على خير. مشاهدينا اسمحونا ننتقل لخبر آخر. الخبر اللي معانا بعد كده، سامح شكري يتباحث هاتفيا مع نظيره الروسي حول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي وزير خارجية روسيا، حيث شهد الاتصال تشاورا بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القاهرة وموسكو. وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري ونظيره تبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق
نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلا عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة التوصل إلى الحل السياسي المنشود. طيب الحقيقة طبعا أستاذ علي، احنا لو جينا اتكلمنا عن العلاقة ما بين مصر وروسيا، حتى احنا كان معانا خبر في المقدمة ان كمان روسيا بتضخ طبعا 32 يعني استثمار وشركة استثمار في قناة السويس، ففي حاجات كتير جدا بيبقى في تعاون ما بين مصر وروسيا، حابين نعرف هذا التعاون وكمان نفسر هذا الخبر. هو طبعا روسيا من الدول الكبرى ومن دول العالم المؤثرة تأثيرا كبيرا، عضو في مجلس الأمن، وتربطها بمصر علاقة استراتيجية أيضا وعلاقات تاريخية. وروسيا تعي قدر ومكانة مصر كدولة إقليمية ولها ومحورية مؤثرة تأثيرا كبيرا في المنطقة، ومن ثم فإن التشاور بين البلدين مستمر ومتواصل في أمور كثيرة، في كل ما من شأنه طبعا خدمة الشعبين البلدين، سواء من ناحية الاقتصاد ومن الناحية التجارية والاستثمارات الروسية في مصر وغيرها. لكن على المستوى السياسي هناك تشاور دائم بين قيادتي البلدين بدون شك، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، وزيارات متبادلة كثيرة. هناك أيضا التشاور بين وزيري خارجية البلدين مستمر ومتواصل، لأن في هناك قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها الأزمة الليبية التي كانت محل بحث وتشاور أمس بين الوزيرين. هناك ملفات كثيرة ذات اهتمام مشترك يأتي في مقدمتها الأزمة الليبية. الأزمة الليبية بالغة الخطورة، لأن ليبيا هي دولة جوار بالنسبة لمصر، دولة جوار بالنسبة لأوروبا. مسألة الدور التركي المدان في ليبيا والتدخلات التركية وإمدادها للميليشيات الإرهابية التي قامت بالدفع بها إلى ليبيا بالمال والسلاح، وكذلك الدور القطري أيضا المشبوه والمرفوض والضار بأمن واستقرار المنطقة، فكل هذه الأمور بتدفع إلى قلق كثير من الدول، ومن بينها مصر وروسيا والدول الأوروبية وغيرها وكل الدول المحبة للسلام. الكل الآن حريص على ضرورة وقف عمليات الاقتتال الداخلي في ليبيا، وهذه هي الرؤية المصرية أيضا. ومصر لا تدخر وسعا في السعي إلى إيجاد حل سياسي بين الفرقاء في ليبيا ونزع السلاح فيما بينهم والعودة إلى المفاوضات وإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ووقف التدخلات من جانب بعض الدول وإمداد الميليشيات الإرهابية بالسلاح وعودة الاستقرار إلى ربوع ليبيا، لأن مسألة القلاقل التي تشهدها ليبيا بدون شك تؤثر على مصر، تؤثر على دول الجوار الأخرى، تؤثر على العديد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط صوب ليبيا. طيب اسمحنا أستاذ ننتقل لخبر آخر. مشاهدينا الخبر اللي معنا بعد كده، بتوجيهات الرئيس، مصر تواصل إرسال مساعدات غذائية لمتضرري السيول بالسودان. أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغذائية، شارك في إعداد عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بالتنسيق مع الجانب السوداني. يأتي ذلك استمرار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان. وأثنى المسؤولون من الجانب السوداني على وقوف مصر قيادة وشعبا مع الشعب السوداني في أزمته الحالية، معربين عن خالص أمنيتهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوي الذي استمر يتدفق من مصر الشقيق على مدار الفترة الماضية. هو الحقيقة طبعا أستاذ علي، يعني هذا الخبر مش بس ان احنا بنعرف مشاهدين ان يعني مصر يعني بتقوم بهذا العمل الجميل، ولكن احنا كمان بنتكلم ان مصر يعني في علاقات جميلة ما بينها وبين السودان، وكمان مصر مش بس في أول مرة تقدم هذه المساعدات للسودان فقط، ولكن كان عن القريب في الفترة القريبة الماضية أيضا للبنان، كان في أزمتها وقوفها مصر جنب هذه الأزمة في لبنان، يا رب يعديها على خير. فأنا حابين نعرف يعني تفاصيل حضرتك ورأي حضرتك في هذه التعاون بين البلدين. مصر هي الشقيقة الكبرى لسائر الأقطار العربية، ومصر تشعر أن لديها واجب تجاه المساندة والوقوف
إلى جانب سائر الأخطار العربية في أزماتها، وتكون مصر دائما أول من يبادر بالمساعدة والمساندة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما علم بالظروف الصعبة التي مر بها السودان الشقيق ممثلة في الفيضانات التي تسببت في أضرار كثيرة وصلت إلى وفيات وإصابات وأضرار صحية بالغة وأضرار مادية ببعض الأسر والمساكن وهذه الأشياء، تم بالفعل فتح جسر جوي بين البلدين، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة محملة بكم كبير من الأدوية والإسعافات اللازمة، وتركت وعادت إلى القاهرة وتركت مجموعات من فرق الأطباء لتقديم المعونة الطبية اللازمة للأشقاء في السودان. وصلت كميات كبيرة من الأغذية وكل الاحتياجات والمستلزمات وما زالت تتواصل. وفي الحقيقة يعني قرأت كثيرا تصريحات نقلا عن المسؤولين السودانيين، وأيضا استطلاعات للشعب السوداني الشقيق الذي أبدى تقديره الكبير للدور الذي قامت به مصر في مساندته في هذه الأزمة، وأكدهم أنفسهم أن هذا ليس بجديد على مصر، فدائما مصر ما تحرص على تقديم العون للأشقاء في السودان، لا سيما وأن السودان يمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وهناك علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين وجمعهما معا شريان وادي النيل. طيب استاذ علي، يعني هو هذا الخبر خيان، ننتقل لنقطه اخرى هي مش موجوده في الخبر، ولكن برضو مشاهدينا دايما بيتساءلوا. احنا طبعا مرينا بسيول يعني كانت صعبه علينا قوي في خلال السنه دي، كان في اول السنه، فطبعا لما نقرا خبر زي ده نحب ان احنا نتكلم عن مصر. هل يعني حضرتك من وجهه نظرك الحكومه يعني في هذا الملف، ولا قدر الله يعني توقع مثلا في الشتاء وفصل الشتاء يحصل سيول زي المره فاتت، ايه توقعات حضرتك ممكن يحصل؟ طبعا بدون شك الجهات المختصه والمعنيه في مصر في ضوء السيول اللي فاجئتنا العام الماضي بشكل غير مسبوق في تاريخنا او على الاقل في العقود الماضيه، تم بالفعل اتخاذ كل الاجراءات وتعويض المضارين واتخاذ الاجراءات اللازمه، وايضا وزاره الري وغيرها من الوزارات المعنيه زي وزاره الزراعه وزاره الاسكان وغيرها، كله اتخذ الاجراءات الاحترازيه من اجل الحيلوله دون الحاق اضرار جراء هذه السيول. يا رب ان شاء الله. لا سيما في المناطق التي تسمى مخرات السيول، والتي تهطل فيها السيول بكميات كبيره جدا تلحق ما يعني تضر بما هو اسفلها، مثل اماكن زي كده كان فيها مساكن مثلا. ازيلت هذه المساكن وتم تحويل مخرات هذه السيول بحيث يتم الاستفاده بها، مش مجرد ان احنا نتجنب اثرها بس، بل وايضا يتم الاستفاده بهذه المياه. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر استاذ علي. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، تنفيذ 180 مشروعا، رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنمويه والخدميه بالاسماعيليه. تابع الدكتور مصطفى مبول رئيس مجلس الوزراء موقف التنفيذ للمشروعات التنمويه والخدميه الجاري تنفيذها في محافظه الاسماعيليه، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظه، وذلك في اجتماع عقده بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الاسماعيليه. وخلال استماعه لما عرضه محافظ الاسماعيليه حول الموقف التنفيذي لكل المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظه، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنه لدراسه موقف عدد من اراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها من المحافظه بغرض الزراعة ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاون على أراضي ولم يتم تنميتها. الحقيقة طبعا أستاذ علي، يعني هذا الخبر بيحمل شقين، هو طبعا أن يكون في مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في الإسماعيلية وفي جميع المحافظات، وفي نفس الوقت كمان نتكلم ونتطرق على موضوع المخلفات البناء، يعني حابين حضرتك توضح لنا هذا أكثر. هو طبعا إلى جانب المشروعات الخدمية فكان اللي بيتابعها السيد رئيس الوزراء في الإسماعيلية، لكن الإسماعيلية فيها كم كبير جدا من الأراضي يتم أعطى توجيهاته بمتابعتها، لأن في ناس خلت أراضي زراعية لم تقم بتنميتها، بحيث إذا كان هيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتها، لأن لازم خدها بغرض الزراعة يبقى لازم يزرع ويعجل، كذلك مشروعات البناء والتأكد من عدم وجود مخالفات. في الآن فرصة متاحة للمصالحات في المسائل المتعلقة بمخالفات البناء ومراجعتها من الجهات المختصة،
السيد رئيس الوزراء بيتابع هذا الأمر حتى نضمن جميعا اعتبارا من الآن عدم تكرار هذه المخالفات وعدم السماح بها. لأنه يعني طبعا هذا الملف يعني في الفترة اللي فاتت شغل بال ناس كتير، واحنا برضو حابين نؤكد على هذه المعلومات. حصل بعض التسهيلات يعني من قبل الحكومة طبعا علشان يتم فيه تسهيلات أكتر، زي أن يعني تم تخفيض قيمة الغرامات بالنسبة للريف المصري، وكمان في فترة سماح لاستكمال هذا الورق. فحابين برضو حياتك نصيحة لمشاهدين لسه ما تقدمش بهذا، ما تقدمش يعجل بالتقديم. من كان يشرع في ارتكاب أي مخالفة يتوقف فورا، وإلا حيواجهه عقاب قاسي وشديد ولن تكون هناك أي مصالحة معه. لكن الفرصة متاحة الآن، كل من ارتكب أي مخالفة لا يخفيها ويبادر إلى الجهة المختصة ويقوم بالإبلاغ عنه. يا رب إن شاء الله. وإحنا طبعا يعني بنضم صوتنا وصوت حياتك إن أي حد يعني عنده مشكلة في هذا الصدد وفي هذا الملف طبعا يروح يتقدم بتصالح، وفي تسهيلات كبيرة. وإحنا طبعا يعني دايما بنقول إن أي حاجة بتحصل يعني الحكومة بتبقى بتنظر أكتر للمواطن في هذه الفترة، مش بتضره، بالعكس ده إفادة للبلد وفيها ده إفادة للمواطن كمان. يا رب حافظ علي، انا يعني وقتنا خلص، ولكن طبعا انا بشكر وقت حضرتك وبشكر على يعني تشريف حضرتك لينا وعلى تحليل حضرتك للاخبار، وان شاء الله كل الخير لمصر الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا جدا. مشاهدينا بشكر جدا الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره ورئيس تحليل وكاله انباء الشرق الاوسط. مشاهدينا بكده خلصت فقره الصحافه، اسمحوا لنا نطلع فاصل، ومعانا الفقره الاخيره اللي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن الطفره اللي حدثت في المجتمعات العمرانيه. قد ايه احنا شايفين الفتره اللي فاتت في تطور كبير جدا في حاجات كتير، في الطرق وفي القطارات وفي السكة الحديد وحاجات كتير جدا شايفينها، ولكن النهارده هنخصص كلامنا عن المجتمعات العمرانية. بيفيدنا وبيشرفنا في استوديو صباح مية عشان يتكلم معانا في هذا الموضوع هيكون معانا متواجد الأستاذ مروان يونس المحلل السياسي. فاسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معانا.